suasana pukul 3 dini hari di kota Madinah. Insya Allah kita akan menuju ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat malam, dan insya Allah kalau diizinkan ke Raudhah. يا عمري اللي راحت أحلام هوام إن كان ما ضمت يمينك إيميني يا وجدي إن هبت دعادي على نسام من عضة شفتي وفركات يديني الصغير اللي دخل دار ليتام من بعد موت امه وابوه السجين عليك اللي صدتك مثل الاعدام.